ساعتي، بسم الله. تفضل يا أخي. سلمت يا أخي. تفضل يا أخي. سلمت. تفضل. سلمت يا أخي. يا إخوتي، أمر أخينا تورغوت هذا قد أسعدنا جميعا، وأنا وعلى شرف أخي قلت سأستضيفكم عندي. حبيبتي تصنع طعاما لذيذا كطعام الجنة. يا أخي، ماذا؟ هل سنأكل الأعشاب؟ أنحن خراف؟ اصمت يا أخي، اصمت. أحسنت صنعا أختي حفصة، ليرضى الله عنك. شكرا لك سيدة حفصة. يا أخوتي، قولوا أولا ثم بعد ذلك قولوا لها رأيكم بالطعام الذي أعدت. بامسي. كنت أريد أن أطهو لكم السمك، نتناوله بكثرة، لكن من الصعب إيجاده هنا. لا مشكلة أختي، سنأكل مما رزقنا الله. نعم. سلمتي. نحن في نيقيا نزين موائدنا بالأعشاب، فهي لذيذة وسهلة الهضم، ووضعت بهارا على الحساء، لا يشبه حساءكم كثيرا، أتمنى أن يعجبكم. هيا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا يا أخوتي. تفضل. بسم الله. لذيذ. إن الطعام لذيذ. لم أتناول حساء كهذا. ما هذا أختي؟ طعامك لذيذ جدا. بالصحة والهناء. بامسي، سأذهب إلى بانو شيشيك، أتريد مني شيئا آخر؟ لا تقلقي يا عزيزتي حفصة، أنا سأهتم بطعام إخوتي. هيا هيا ذهبي أنت. بالصحة والهناء. سلمت أختي. سلمت أختي حفصة. ما بكم؟ تمهلوا ستختنقون. ما هذا يا أخي؟ طعام لذيذ ما شاء الله، أنت محظوظ جدا. أنتم تعرفونني وتعرفون فمي، فهو معتاد على اللذة، وخصوصا طعام الأعشاب هذا أخي.
لو أكلته الخراف لن ترعى مجددا. وأنت لن تذهب إلى المرعى بعد تناوله يا أخي. يا إخوتي، الله خلق أنواعا من البشر وتركهم ليتعارفوا. كل أمة لديها طعامها الخاص ولديها خبزها الخاص. يا إخوتي، يجب معرفة هذا وفهمه جيدا. ترى ماذا فعل تورغوت ألب؟ إن شاء الله سينتهي هذا الأمر على خير. يا أخي، إن تواجد سيدنا بأمر لن يسوء أبدا، وسيتم بإذن الله. بقي أمر واحد فقط. ما هو يا أخي؟ الذهاب إلى قلعة كاراجيسار. سننطلق غدا صباحا. هيا أكملوا طعامكم. ما شاء الله. لماذا تأكل كالخروف؟ لا تأكل هكذا جونكوت، لن يهرب الطعام من أمامك. هه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